من جديد يسعد صباحكم مشاهدينا، وفي أول فقراتنا رح نتحدث عن إطلاق علم دائرة علم الحاسوب بجامعة بيرزيت في 25 من أيلول لهذا العام، محرك بحث معجمي يتيح للباحث استرجاع وترجمة ومترادفات ومعاني الكلمات من 150 معجم عربي. نورة، نعم، ومنحكي كمان تفاصيل أكثر عن هذا المحرك، محرك البحث، وماذا يضم من قاعدة بيانات لغوية، وأيضا الزمن، القياس، الجهود التي بذلت لإطلاق هذا المحرك. التفاصيل أكثر أكيد مع ضيفنا دكتور مصطفى جرار. أهلا وسهلا فيك، هو صاحب هذه الفكرة ومدير المشروع. يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك في صباحنا. أهلا فيكم، صباح الخير. نتحدث عن فكرة هذا المحرك، محرك البحث، والجهود كمان لحتى يعني يتم إطلاقه ويتم استخدامه للإعلان، اللي هو بالأساس هو خدمة للغة العربية على محرك الإلكتروني. هو يعني في الحقيقة خدمة للغة العربية، وكمان خدمة لجمهورنا العربي والفلسطيني، إنه الناس الآن بتلجأ للمترجمات الآلية وهي بتدرس، كل ما بدها تترجم كلمة، والمترجمات الآلية عادة يمكن تترجم نص حتى لو مش دقيق بنفهم المعنى منه، ولكن بتكون أخطائها كثيرة إذا كان في عنا أنت بتترجمي كلمة في المترجمات الآلية. وهذا طبعا شيء يعني غير صحي معرفيا، لأنه هي غير دقيقة، بتعطيك يعني بتضللك، يعني بتعطيك معلومة خاطئة أو ناقصة أو غير دقيقة. فمحرك البحث المعجمي هو يعني بيأتي بيسد هذا الفراغ، إنه يعني بحث لك عن ترجمات دقيقة جدا، يعني مدققة من مؤلفين المعاجم. فاحنا عندنا 150 معجم يعني، ففيها تقريبا كل شيء وغالبية الكلمات بمعنى العربية. بمعنى انه ببحث بترجمة الكلمات الأجنبية للعربية، وليس الكلمات العربية انه مرجوعة للأصول الثلاثية. هو في 150 معجم فيهم معاجم تقليدية قديمة وجديدة، وفي شيء بسموه المسارد اللغوية والمكانز اللغوية، كله موجود. بس بتوقع أكثر نسبة اللي بيبحث عن كلمة عربية بمعناها العربي، هذول عددهم أقل من الناس اللي بس بتترجم. إن إحنا ما متصور كديش، أنا عملت إحصائية صغيرة في عندي في الصف في الجامعة، ولقيت إنه يعني عدد مهول من استعمالات اليومية لجوجل ترانزليت مثلاً على الأشياء البسيطة، وجوجل بيجيب لهم أشياء، طبعاً جوجل يختلف عليهم، بس ولكن مش دقيق هذا الحكي الكلام. فإحنا أهم يعني أكبر نسبة مستخدمين هم اللي بترجموا. فهو الموقع يعني بيسترجع ترجمات وبيسترجع تعريفات، بالإضافة لأنه خاصة وإحنا بنكتب مرات بدنا كلمة مطرح كلمة صحيح، وبدنا إياها بسرعة، وفي هل في إشي هيك شبكة اللي بسرعة أدخل عليها وأسترجع الكلمة هذه، يعني بسميها أنا للباحثين والمؤلفين، يعني بتفيد في مرات في استرجاع مترادفات. حلو. فهو يعني بيجي هذا المحرك البحث ليسد فراغ اللي هو يعني يقدم للمجتمع العربي ترجمات يعني دقيقة. رائع دكتور مصطفى. يعني هون احنا بنتحدث عن محرك البحث المعجمي اللي عم نتحدث عنه، والذي يحتوي على أضخم قاعدة بيانات، إنجاز كبير وغير مسبوق تم العمل عليه خلال 8 سنوات. قديش هذا المعجم أو هذا المحرك المعجمي ممكن أنه يثري معلوماتنا باللغة العربية إحنا كجيل صاعد، أو حتى الجيل الصاعد، المدارس وأيضا الجامعات؟ هو احنا ما يعني ما كناش ناويين نكون اول ناس، ولكن بعد ما يعني اشتغلنا لقينا انه ما فيش ولا معجم حتى للغه الانجليزيه، لمعاجم اللغه الانجليزيه مش موجود كمان، هيك كلها محوسبه وفي قاعده بيانات واحده وما في مكان واحد وبتم البحث فيها، وما بعرف عن لغات ثانيه كمان يعني. يعني مش متأكد، ولكن ما سمعت في كل المؤتمرات اللي بنروح عليها والقراءات انه في معجم اخر او محرك بحث لمعاجم. فاحنا اتوقع احنا الاول شيء يعني عالميا بهذا المجال. وبدي اضيف نقطه، هو يمكن كان اول شيء احنا باهتماماتنا، احنا دائره علم حاسوب ومش لغويين، يعني انا يعني في عندي شويه تخصص له علاقه باللغه، ولكن بالاخر احنا مش لغويين. فالمشكلة الأكبر إنه في تطبيقات الحاسوب اللغة العربية مش مدعومة بطريقة جيدة، لا على
الجهاز الشخصي الديسكتوب ولا على الجوال. يعني على الجوال إذا بنحكي مع سيري على الآيفون مش دقيق, بفهمش علينا حتى لو حكينا فصحى و... صحيح. زي سيبويه نحكي كمان ما بيجيبش. والمدققات الإملائية وطرق الاسترد, خلينا نقول البحث, حتى لما تبحث على جوجل ما بي حتى احيانا المدقق كل لغه ما بيكون معطيك الكلمه ما بيعطي ما بيكون معطيك كل اشياء اللغه العربيه. كل اشياء اللغه العربيه للاسف مش يعني دعمها مش جيد مش كافي. طبعا السبب يعني احنا اكبر سوق في العالم, من كبرى الاسواق العالميه استخداما للتكنولوجيا المجتمع العربي, وممكن يمكن اقول من اكثر اللغات في الدنيا اللي عملها معاجم, واللي يعني ان اللغه يعني فن وعلم, يعني اكثر بجزء ولها تاريخ اكثر من اللغات الثانيه. طب وين المشكله دائمها على التطبيقات الحاسوبيه مش جايه؟ لانه باعتقادي ما في حوسبه لهذه المصادر اللغويه, ما في قواعد بيانات لغويه متاحه للشركات تستعملها وتبني عليها. فنأمل إنه إحنا شغلنا كمان يعني يقدم خطوة بهذا الاتجاه ويخدم الجميع. أكيد بدي أتحدث بالنسبة للويب سايت اللي أو خلينا ندخل هلأ على استخداماته بالذات لهذا المحرك بالضبط. ندخل إحنا عليه وإحنا شاهدنا كمان عبر الشاشة بعض من صور هذا المحرك, كيف ممكن إن إحنا نستخدم الكلمة بالضبط للترجمة أو للمترادفات. الكلمة الكبيرة اللي بتواجهنا الأنطولوجيا العربية, أيوة. كنت سألتك قبل كنت حابب إنك توضح على الهواء مباشرة هذا المصطلح بالذات ماذا يحمل. وهذا المصطلح خلينا أنا أبسط الأمور يعني للمشاهدين العاديين عن كلمة الأنطولوجيا لأنها شيء جديد ما صارش زيه. فأول شيء المقدمة الصغيرة بدي أقولها أنه هاي الكلمة أصلا مستعارة من الفلسفة, يعني وفي علم الحاسوب عالميا من حوالي 20 سنة بلشوا الناس يحكوا عن إشي أنطولوجيا, فهي شيء حاسوبي صار, يعني الكلمة صارت حاسوبية هلا. وبعدين احنا عدنا استعمال الكلمه لاشياء لغويه. فكلمه الانطولوجيا خلينا نقول هي منهجيه جديده لتعريف الدلالات, مش مثل المعاجم ما بيعرفوا الدلالات. يعني تعريف في المعجم بتلقي سطر مكتوب عن او سطرين عن معنى الكلمه وهو كله إيحاءات, ما اكل ياكل اكلا اكل الشيء اي بلعه بس وين التعريف؟ اعطيني التعريف. فحتى هاي التعريفات إلها منهجية جديدة, وهذا التعريف طبعا هي الأنطولوجيا صممت في البداية شيء للكمبيوتر مش للناس, ولكن الأنطولوجيات اللغوية زي الأنطولوجيا العربية ممكن استعمالها كمعجم كمان, فهي مدرجة في محرك البحث كمعجم كمان. إذن خلينا بس أقول إنه كيف بنعرف المعاني. إحنا بنعرف المعاني عن طريق تصنيفها, مثلا منصنف المعنى, منقول على سبيل المثال انه الموجودات المادية هي مثلا كائن حي او مصنوع او منطقة جغرافية. المنطقة الجغرافية منصنفها, منقول هي مثلا بر و او منطقة مائية ومنطقة يابسة. المنطقة اليابسة بناء على تصنيف الكلمات لأي ربما مجالات تنتمي, فبوضح دلالة التجنيس. كيف منقول الرجل أو الإنسان ينقسم إلى رجل مثلا ومرأة أو ذكر وأنثى, يعني فصائل دكتور, يعني فئات عمرية مختلفة ممكن إنها تستخدم مثل هيك أبليكيشن أو حتى هذا الويب سايت, فئات عمرية مختلفة, وأيضا هناك تفاوت في القدرات وتفاوت في الشهادات يمكن التعليمية. الكلمة المترجمة رح تكون مترجمة بمعنى واحد يفهمه جميع الفئات العمرية, ولا مثلا إحنا نتحدث هون عن طالب المدرسة نورة بيختلف عن طالب الجامعة, وأيضا بيختلفوا عن من انخرط في سوق العمل طويلا. نعم, هو هي الأنطولوجيا يعني بصراحة ليست للفئات العمرية يعني الصغيرة, يعني ممكن يفهموها ما في مشكلة, ولكن هي مصممة لشيء ثاني, الباحثين المتخصصين علماء الحاسوب. احنا مثلا بنستخدم الأنطولوجيا لنربط المعاجم مع بعض. على سبيل المثال كل معنى في كل معجم نربطه مع مفهوم في شجرة الأنطولوجيا. ولكن يعني هذا غير عن محرك البحث. أنا حكيت لكم يمكن قبل الهواء إنه إحنا عنا مشروعين منفصلين عن بعض, منفصلين تماما.
الأنطولوجيا مشروع ومحرك البحث مشروع آخر، ولكن بما أنه الأنطولوجيا هي من نستعملها كمان داخل محرك البحث يمكن ظهر للإنسان عادي أنهم يعني نفس المشروع. وبالتالي بدي أقول أنه استخدامات مثلا الأنطولوجيا على سبيل المثال محركات البحث لما نبحث بنبحث عادة حرفيا عن معنى الكلمة يعني تمام. فما بنعرف انه فلسطين كلمة فلسطين اذا كانت اسم شخص ولا اسم بلد ولا اسم مدينة ولا اسم شيء المحرك البحث ما بيعرف. فبالتالي لما تكون محركات البحث بدها تفهم دلالة الكلمات هي بحاجة الى شيء اسمه أنطولوجيا. يعني البعض دلالة الكلمات يعني احنا ناخذها بالكلمة وليست بالجملة. نعم نعم بالكلمة. ما نتحدث عن طب بالحديث عن المشروع بشكل عام هو الأول عالميا أيضا، وبرضه هالمشروع كمان بيأسس للعديد من التطبيقات الذكية اللي ممكن تخدمه، فهيك نتحدث عن الرؤية المستقبلية. هو رؤيتنا المستقبلية إن أول إشي طبعا نزيد عدد المعاجم ونزيد عدد تشجيرنا للأنطولوجيا، ولكن كمان في هناك شيء يعني الآن أصبح بالنسبة لنا يعني هي ثمار بسرعة من ممكن نقطفها، وهذا اللي بدنا نسوي نشتغل فيه اللي هو ربط مدخلات المعاجم يعني كلمة في كل معجم أو ومعاني الكلمات في كل معجم لنربطها كلها مع بعض لنعمل شبكة بنسميها شبكة لغوية. وهذه الشبكة اللغوية طبعاً للأشياء الحاسوبية أنا بحكي للتطبيقات الحاسوب، هذه يعني أتوقع أنها حتحدث يعني نقلة نوعية في حوسبة يعني قواعد البيانات إن شاء الله. وإحنا بالانتظار. دكتور بما أنه إحنا عم نتحدث عن إنجاز علمي غير مسبوق بيعكس قدرة الفلسطينيين على الإبداع أكيد، وبيعكس هاي الصورة الجميلة عن الفلسطينيين بالرغم من ضعف الإمكانيات يمكن اللي واجهتوها والعقبات أكيد اللي واجهتوها، حدثنا هيك بشكل مقتضب عن العقبات اللي واجهتكم، وأكيد إذا بتحب توجه رسالة لكل الجهات المعنية لتوسيع هذا الويب سايت. يعني هو بالحقيقة إحنا مش ضعف، هو انعدام الإمكانيات. إحنا معنا كان مثلا مشروع ومدعوم من أي حدا وقمنا في هذا العمل، هو عمل تطوع فردي عبر سنوات طويلة، حاولت أني أستثمر في الطلاب في أشياء كثيرة من أجل أن نسرع شوي لأنه الثمان سنوات أنهكنا ثمان سنوات يعني مشروع طويل جدا، وأنه الموضوع ما انتهاش كمان. فهذه من ناحية. فإحنا في فلسطين بتعرفوا أنه يعني ما عنا نداءات للبحث العلمي زي الدول الثانية، ما عنا أي شيء اللي ممكن نستفيد منه، فهي عمليا انعدام. وأنا بوجه نداء لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني، إحنا الباحثين باسمي وباسم كل الأكاديميين في الجامعات الفلسطينية طبعا، إنه إحنا نتمنى إنه يكون في نداءات ودعم ولو بسيط جدا للبحث العلمي، لأنه هذا وإنه يعني البحث العلمي مش طرف، هو بيخدم اقتصاد كمان. يعني إحنا إذا كنا معنيين مثلا الآن ننطلق في 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 شغل ونبني شركات من وراء هذا الشغل بنقدر. فكثير من زملائي في الجامعات الفلسطينية يعني في عندهم تعطش للمال ولو الجزء البسيط جدا، انه بيصنع فرق شاسع. طبعا هذا نداءنا ل يعني وزارة التربية والتعليم فلسطينيا، وطبعا نداءنا للاخوان العرب انه يعني بنأمل انهم يساعدونا علميا او شرك او نتشارك مع بعض، لانه يمكن امكانياتهم افضل شوي منا، انه يعني لنسرع ربما كمان إيصالة هذا الإنجاز الفلسطيني للعالم من هنا. كل الشكر لك دكتور مصطفى جرار صاحب هذا الفكرة ومدير كمان المشروع. يسعد صباحك من جديد. يسعد صباحك. شكرا لكم، يعطيكم ألف